نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. وفد إعلامي عالمي يزور محافظة إدلب للإطلاع على حقيقة الأوضاع فيها ونقلها بدقة وموضوعية وأمانة للرأي العام العالمي. وقدم ياسر الشوفي محافظ إدلب للوفد شرحا مفصلا عن الأوضاع والإجراءات المتخذة لتسهيل مهمة المراقبين الدوليين والوفود التي تزور المحافظة، مشيرا إلى خصوصية إدلب التي تشهد خروقات كثيرة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، وخاصة على الحدود السورية التركية التي تمتد على مسافة طويلة. وأكد المحافظ أن الحكومة التركية تدعم وتسهل تسلل تلك المجموعات لتنفيذ أعمال إرهابية والاعتداء على قوات حرس الحدود وحفظ النظام داخل الأراضي السورية. وبين أن آخر هذه الخروقات هو ما تعرض له أحد حواجز حرس الحدود في بلدة العلاني التابعة لناحية سلقين، ما أسفر عن استشهاد 7 عناصر وإصابة 5 آخرين، إضافة إلى حرق جثتي شهيدين وخطف 8 عناصر وقتل بعضهم. وردا على تساؤلات أعضاء الوفد بيّن المحافظ أن مدينة إدلب تشهد حركة طبيعية في الأسواق والناس يمارسون حياتهم الاعتيادية مع توفر جميع أشكال الخدمات، معربا عن أمله بنجاح مهمة الوفد ونقله الحقيقة كما هي على أرض الواقع. للولايات المتحدة تاريخ طويل من الكذب والتجاوزات داخل أروقة المنظمة الأممية وخارجها، وليس ما حصل عشية غزو العراق ببعيد عن ذلك. ورايس ستسوق اليوم الكذب الذي سوقه كولن باول بالأمس. لأمريكا أكاذيب وتجاوزات ولكف عنان تجربة. أمريكا التي سوقت الأكاذيب وتجاوزت كل التقارير الدولية للمفتشين على مدى 10 سنوات في العراق، ثم دفنتها داخل قاعة المنظمة الأممية التي كان عنان يترأسها آنذاك. فعنان يذكر جيدا الأكاذيب التي قدمها كولن باول في مجلس الأمن عشية غزو العراق، ومن المفترض أنه يعلم بالأضاليل التي تسوقها رايس اليوم وريثة باول بالأمس في المجلس ذاته. فرايس التي قولت عنان ما لم يقله في مجلس الأمن وأغفلت كلامه عن تزايد الهجمات الإرهابية بعد بدء مهمة المراقبين ومطالبته لحكومتها وحكومات أخرى بتحمل مسؤولياتها، في إشارة منه إلى السلاح السعودي القطري الذي يقدم للإرهاب والتسهيلات التركية المقدمة للإرهابيين لمهاجمة حرس الحدود وقوات حفظ النظام انطلاقا من أراضيها. رايس تجاهلت كلام المبعوث الأممي الذي يقود فريقا يرصد الحقائق على الأرض، ثم شرعت بالتهديد بالعقوبات ضد سوريا. إلا أن أكاذيب باول وإن قادت إلى الحرب على العراق عام 2003 فإنها تبدو انفعالا عصابيا عندما يتعلق الأمر بالشأن السوري. فالولايات المتحدة التي خسرت ذيلها المتوسطي الذي أطاحت به الانتخابات في فرنسا، مضافا إلى 10 زعماء أوروبيين منذ العام 2008 كانوا يدورون في فلكها، وترقب الآن نهوض قطب في الشمال تعلم جيدا قدرته وطموحه، وكمون آخر في الشرق تخشى نهضته، ويعمل كل منهما على بلورة عالم جديد من رحم الأزمة السورية يتوق إلى الاستقلالية وإنهاء الأحادية القطبية. لهذه المعطيات تدرك رايس أن زمن الانسياق وراء الأكاذيب قد ولى، ولن يترك لها ولغيرها تكرار السيناريو الدموي في العراق وليبيا وغيرها. يواصل الأتراك وخاصة الصحفيين التعبير عن تذمرهم من سياسة حكومة العدالة والتنمية الأردوغانية نتيجة سياساتها الخاطئة في المنطقة. وصحف تركية عديدة تكشف المزيد من المعلومات عن سياق الدور الموكل لبلدهم في العدوان على سوريا. شخصية أردوغان الدكتاتورية تسعى لإقامة نظام رئاسي شبيه بالنظام الذي أقامه هتلر رغما عن القوانين والأنظمة. وصف لصحيفة جمهورية التركية التي أوضحت أن نظام حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان قسم تركيا إلى أجزاء عدة وفتتها لتغطية فشل سياسته.
كما أن أردوغان الراغب بإظهار شخصيته القتالية من خلال العدوان على سوريا يؤمن بأن الحرب التي يفرضها الغرب ستخلق منه بطلا وزعيما قوميا في الداخل التركي وستضمن قيادته الاستبدادية. صحيفة أدينيليك التركية نشرت مقالاً أكدت فيه أن حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان حولت تركيا إلى شريكة في تنفيذ العمليات الانتحارية الإرهابية التي تستهدف سوريا وشعبها والتي أدت إلى سقوط مئات الضحايا، وذلك عبر دعمها للإرهابيين الذين ينفذون هذه العمليات والسماح باستخدام الأراضي التركية جبهة داخلية لهذه العمليات الإرهابية. وأوضحت الصحيفة أن الهجمات الانتحارية الإرهابية هي رمز للاستفزازات التي تنفذها CIA والموساد بغية زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في سياق سعيهما لإحباط خطة عنان لحل الأزمة في سوريا. وسط استقبال شعبي ورسمي وصلت إلى الأراضي السورية عبر معبر كسب الحدودي قافلة المساعدات الإنسانية حق العودة المتوجهة إلى غزة عبر سوريا والتي تنظمها مجموعة الأوروبيين المتضامنين مع حق الشعب الفلسطيني وسوريا بإشراف جورج جالوي عضو البرلمان البريطاني. وعبر كيفن أوفندن الناطق باسم القافلة لكل من محمد شريتح أمين فرع حزب البعث باللاذقية وعبد القادر محمد الشيخ محافظ اللاذقية عن شكر أعضاء القافلة للشعب والحكومة السورية على التسهيلات التي قدمتها لعبور القافلة في طريقها إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقال إن ما يحدث في سوريا هو شأن داخلي يجب أن يحل بين السوريين أنفسهم بعيدا عن التدخلات الخارجية. واستغرب أن يطالب من لا تعرف بلاده الانتخابات سوريا بالديمقراطية، وانتقد أسلوب الضغط والعقوبات التي يمارسها الغرب وبعض الدول الأخرى على سوريا تحت عناوين مزيفة بينما لا تمارس على دول أخرى في المنطقة تفتقد مقومات الديمقراطية. ولفت إلى بعض الصعوبات التي واجهت دخول القافلة إلى سوريا من الجانب التركي عبر معبر كسب، وتضم القافلة 14 حافلة تحتوي على مساعدات إنسانية صحية وتعليمية، وعلى متنها 24 ناشطا من دول أوروبية مختلفة بينهم بريطانيون وماليزيون سيصلون إلى غزة في 15 من أيار الجاري. الهدف الرئيسي من القافلة هو تذكير الناس بأن القضية الفلسطينية قضية أساسية ولإيصال المساعدات للفلسطينيين ومواصلة السعي لرفع الحصار عنهم، والموعد المقرر لوصول القافلة إلى غزة في 15 من الشهر الجاري، وذلك بالتزامن مع مناسبة ذكرى يوم النكبة لتذكير العالم بأن الفلسطينيين الذين هجروا من منازلهم يجب أن يعودوا إليها وإلى ديارهم. وكنا نقلنا قبل نشرتنا هذه وقائع وصول قافلة حق العودة إلى اللاذقية. النائب البريطاني جورج جالوي عضو حزب الاحترام جدد رفضه المطلق للتدخل الخارجي في شؤون سوريا، معربا عن التزامه بالقضايا العربية والإنسانية ولا سيما القضية الفلسطينية، حيث إن الطريق إلى فلسطين يمر عبر سوريا. ونوه جالوي في كلمة ألقاها في بيروت خلال احتفال أقامه المنتدى القومي العربي تكريما وتهنئة له بالمقعد النيابي بالتسهيلات التي قدمتها وتقدمها السلطات السورية لمرور قوافل المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة عبر الأراضي السورية لكسر الحصار، ومنها قافلة حق العودة. واستغرب النائب جالوي حملة الانتقادات التي وجهت إلى القافلة والتي اعتبرت أن الهدف منها الوصول إلى سوريا فحسب، وقال: لا أفهم فحوى هذه الانتقادات ونحن نسافر من خلال كل البلدان في الطريق إلى فلسطين، مؤكدا أن هدف القافلة كسر الحصار الإسرائيلي على غزة. وأشار جالوي إلى أنه سيتمكن من استعمال المنبر البرلماني البريطاني لرفع العلم الفلسطيني وإثارة القضية الفلسطينية بقوة وزخم أكبر من داخل البرلمان مما كان يقوم به خارجه. Against any foreign intervention in any Arab country, and this is my stand in Syria or anywhere else. أرفض أي تدخل خارجي في الشأن السوري وفي أي بلد آخر. إن تدخل الغرب في الشؤون العربية أمر مرفوض، وهو لا يمكن تفهمه إلا كحروب صليبية، وكان ذلك موقفي إزاء التدخل في العراق أيضا وفي ليبيا. إن موقفي ثابت، كنت مع عبد الناصر وأيدته وأؤيد مواقف سوريا الاستقلالية،
وأنا مقتنع أن الشعب السوري قادر على حل مشاكله الداخلية دون أي تدخل خارجي. في فلسطين المحتلة تواصل الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي معركة الأمعاء الخاوية لليوم 23 على التوالي، فيما الأسرى الإداريون يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ 72 يوما بالتزامن مع مسيرات شعبية تضامنية مع الأسرى. وتصر الحركة الأسيرة على مواصلة الإضراب حتى نيل الأسرى حريتهم وتحقيق كامل مطالبهم. من جهة ثانية، صعد المستوطنون من اعتداءاتهم على ممتلكات الفلسطينيين في نابلس، حيث أقدموا على قطع نحو 267 شجرة، كما أقدموا على إحراق وقطع أكثر من 250 شجرة في نابلس. عرض عسكري روسي في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو بمناسبة ذكرى الانتصار في الحرب على النازية. والرئيس بوتين يؤكد خلال العرض أن روسيا تواظب على انتهاج سياسة ترمي إلى تعزيز الأمن العالمي، ولديها كامل الحقوق للذود عن مواقفها الثابتة. روسيا تتبع سياسة ثابتة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في العالم، كلمات قالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال بدء العرض العسكري بمناسبة الذكرى 67 للنصر في الحرب على النازية. الرئيس بوتين أكد أن مراعاة أحكام القانون الدولي واحترام سيادة الدول والاختيار المستقل لكل شعب هو الضمان الأساسي لعدم تكرار مآسي الحرب العالمية الثانية. علينا أن نتذكر لماذا بدأت الحرب وأن نحلل الدروس والعبر لها، لأنها لا تزال ذات أهمية حتى الآن، وأمامنا واجب أخلاقي عظيم بأن ندافع عن مواقفنا بثبات وبشكل مبدئي، لأن بلادنا قد تحملت الأعباء الرئيسية في التصدي للنازية، حيث واجهت شعوبنا هذا الشر وقطعت امتحانا جبارا ودحرنا العدو. الرئيس بوتين لفت إلى أن هذه المناسبة توحد جميع مواطني روسيا منذ 67 عاما، حيث تم دحر النازية الخطيرة والخبيثة التي كانت تسعى إلى تدمير الشعوب وتقرير مصيرها، واضطرت الإنسانية لدفع ثمن باهظ مقابل ذلك. أخذتم القوة من التقاليد الحقيقية للجنود الروس، وأكدتم من جديد أنكم قادرون على الانتصار، ليس فقط باستخدام السلاح بل باستخدام الروح والثقة والوحدة، ونحن أمامنا مستقبل سنعمل كل ما بوسعنا لضمان السلام والاستقرار. ويشارك في هذا العرض العسكري ما يزيد على 14,000 جندي، بينهم من شارك في العمليات الحربية ضد الجيش النازي وطلاب الكليات العسكرية ومئة قطعة من المعدات الحربية الحديثة. وقد بدأ العرض بإيصال علم روسيا الاتحادية وراية النصر إلى الساحة الحمراء، ومن ثم مرور قوات المشاة الراجلة أمام المنصة الرئيسية تتبعها أرتال من المعدات الحربية الروسية المختلفة الصنوف. واختتم العرض بتحليق 5 مروحيات فوق الساحة الحمراء تحمل علم روسيا وعلم القوات المسلحة الروسية وأعلام صنوف وأسلحة هذه القوات. ويعد العرض العسكري الذي يقام سنويا بمناسبة ذكرى الانتصار على النازية أحد أهم أركان الاحتفالات بهذه المناسبة، واستعراضا للقوة الروسية وتذكيرا بتاريخ عريق وانتصارات خالدة. وبمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد رئيسا لوزراء جمهورية روسيا الاتحادية، بعث الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى نظيره ديمتري ميدفيديف، متمنيا له وللشعب الروسي المزيد من النجاحات والإنجازات التي تعزز الدور التاريخي العظيم. من جهة ثانية، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيقوم بالتحضير لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين وللمباحثات التي ستجري على هامش اللقاءات الدولية بين القيادتين الروسية والصينية. ومن المقرر أن يبحث لافروف الذي يصل بكين اليوم للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول منظمة شنغهاي للتعاون مع نظيره الصيني الوضع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط والأزمة في سوريا والملف النووي الإيراني والوضع في شبه الجزيرة الكورية، وسيلتقي أيضا بنائب الرئيس الصيني. مستمرون معكم في هذه النشرة وفيها أيضا
الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا يقضي بإعفاء المستوردات الخاصة بمؤسسات وشركات الإنتاج الدرامي بنسبة 50% من الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية.